لما دخل رجل على ابن عباس وقال ادعو الله أن يرزقني الولد قال استغفر الله ثم جاء إليه آخر وقال ادعو الله أن يرزقني المال قال استغفر الله ثم قال ارزق آخر فقال استغفر الله استغفر الله استغفر الله فقالوا يا ابن عباس كل ما أتى إليك رجل قلت له استغفر استغفر الله تعالى قال ألم تقرأ قول الله تعالى فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا ولذلك جاء في حديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال عليه الصلاة والسلام من لزم الاستغفار جعل الله له من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا ورزقه من حيث لا يحتسب سبحان والله لا أحصي الإخوة الذين ابتلاهم الله تعالى بالعقم ثم قلنا لهم استغفر الله تعالى إلزم أنت وزوجك الاستغفار أقسم بالله العظيم أنه بعد أسبوعين أو ثلاثة يأتي يقرب الشرك أن زوجتي حامل الله أكبر أنا أقسم بالله العظيم دفعوا مئات الآلاف من أجل العلاج لإنجاب الولد ما استطاعوا فلما لزموا الاستغفار رزقهم الله تعالى بل أحدهم 18 سنة لم يرزق بالولد بعدها لما لزم الاستغفار رزق بابنتين توم ولله الحمد لله وقد جاء وأخبرني في الدنيا حسنة وفي الآخرة